تطوان وسينما فتحت الابواب وتيفو الرجاء من جديد. لوحة فنية مرسومة بأنامل الجرين بويز في ملعب مركب محمد الخامس الذي يغطى في هذه الأثناء بلعبة البلاك جاك. لعبة البلاك جاك بجوج ديال الأوراق مجموعهم 18 نقطة، يعني 6 انتصارات الأخيرة ويبحثون عن 3 نقاط والرقم اللي موجود كذلك في الورقة الأخرى، وبالتالي كيبحثوا على 21 نقطة لإنهاء اللعبة الدوري المغربي. يعني 3 نقاط كتعني الجماهير رجاء في مدرجات المقانة، يعني الجمهور وهناك كلمة معناها اختاروا السحب الصحيح. لديكم اليوم ورقة السد والورقة الرابحة في الفيراج وهي الجمهور، هذا هو العنوان ورقم 12 يعني الجمهور، هذا هو التعبير تعبير الجماهير الرجاوية في هذه اللوحة. لوحة جميلة جدا بمدرجات مركب محمد الخامس رسمت وجمهور الرجاء اليوم في هذا العرس الكروي بيجي يعني البلاك جاك. هذه اللعبة التي أعطى بها جمهور الرجاء معنى في هذه المواجهة، مواجهة المغرب التطواني. إذن هكذا هي الأجواء والاحتفالية والعناوين الكبيرة التي انطلقت مع بداية صعود اللاعبين لرقعة المستطيل الأخضر لتبقى الكلمة الأخيرة للأقدام، الكلمة الأخيرة للأقدام وللكرة التي يمكن نقول حضور جميل بكل صراحة. الشاشية والمنديل بهذه العبارة المعروفة بتطوان هنا حاضرة بكل يمكن نقولوا المنصة الخاصة بجمهور مغرب أتلتيكو تطوان في صورة جميلة جدا. إذا تطوان قلت سينما كبيرة فتحت الأبواب لمتابعة هذه المواجهة، الشاشة عملاقة بملعب ثانية الرمل، وهنا يمكن نقول لكم أن الملعب تمتلئ عناقره في 145 ألف متفرج، وكذلك خارج الملعب لا زال هناك عديد 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 من الجماهير تريد الدخول. يا لها من مواجهة.